السلام عليكم متابعي قناة مغربي في كندا. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون حول تاريخ تأسيس كندا. يغطي تاريخ كندا الفترة من وصول الهنود الحمر منذ آلاف السنين إلى يومنا هذا. قبل الاستعمار الأوروبي كانت الأراضي التي تشمل كندا الحالية مأهولة منذ آلاف السنين من قبل الشعوب الأصلية مع شبكات تجارية متميزة ومعتقدات روحية وأنماط من التنظيم الاجتماعي. تلاشت بعض هذه الحضارات القديمة منذ وقت وصول الأوروبيين الأوائل وتم اكتشافها من خلال التحقيقات الأثرية. بدءا من أواخر القرن الخامس عشر، استكشفت الحملات الفرنسية والبريطانية واستعمرات وخاضت قتالات في أماكن مختلفة داخل أمريكا الشمالية فيما يشكل كندا الحالية. تمت المطالبة بمستعمرات فرنسا الجديدة في عام 1534 مع بداية التسويات الدائمة عام 1608. تنازلت فرنسا عن جميع ممتلكاتها في أمريكا الشمالية للمملكة المتحدة أو بريطانيا في عام 1763 بعد الهزيمة الفرنسية في حرب السنوات السبع. تم تقسيم مقاطعة كيبيك إلى كندا العليا وكندا السفلى عام 1791 وتم توحيدها عام 1841. في عام 1867 انضمت مقاطعة كندا اللي هي كيبيك حاليا إلى مستعمرتين بريطانيتين جديدتين هما نيو برونزويك ونوفا سكوتيا من خلال الاتحاد اللي هو كندا حاليا لتشكيل كيان ذاتي الحكم اسمه كندا. توسعت الدولة الجديدة من خلال دمج أجزاء أخرى من أمريكا الشمالية البريطانية وانتهت مع نيوفنلاند وليبرادور في عام 1949. على الرغم من وجود حكومة مسؤولة في كندا منذ عام 1848 استمرت بريطانيا في وضع سياستها الخارجية والدفاعية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. أقر إقرار قانون ويستمينستر. هذا القانون تم في عام 1931 بأن كندا أصبحت متساوية مع المملكة المتحدة. بعد أن تم ترسيخ الدستور في عام 1982 تمت إزالة الآثار النهائية لاعتماد القانوني على البرلمان البريطاني. تتكون كندا حاليا من 10 مقاطعات وثلاثة أقاليم. المقاطعات هما ألبرتا، كولومبيا البريطانية أو بريتش كولومبيا، مانيتوبا، نيو برنزويك أو برنزويك الجديدة، نيوفنلاند ليبرادور أو الأرض الجديدة والليبرادور، نوفا سكوتشيا أو اسكتلندا الجديدة، كيبيك، ساسكاتشوان، أونتاريو
وأخيرا جزيرة الأمير إدوارد أو برينس إدوارد آيلاند، إضافة إلى 3 أقاليم لهما نورث ويست تيريتوريز أو الأقاليم الشمالية الغربية، إضافة إلى يوكن والنونافوت. فكندا كتعتبر دولة ديمقراطية برلمانية وملكية دستورية برئاسة الملكة إليزابيث الثانية. فإليزابيث الثانية هي الملكة الكندية، فهي ملكة على بعض دول أخرى كالمملكة المتحدة اللي كتشمل إنجلترا، اسكتلندا، بلاد الغال أو الويلز، إيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى كتسمى الكومنولث. ففي كندا كاينة مقيمة عامة اللي كتنوب على الملكة إليزابيث، فكيكون مقيم عام كل مرة كتعينو الملكة اللي كيمثلها في كندا من ما كتكونش. غالبا الملكة ما كتكونش في كندا، كتكون عندها زيارات قليلة بزاف. يعني آخر مرة زارت كندا يعني ما في التسعينات، يعني ما كتزورش كندا بزاف. وبالنسبة للسلطة اللي المنفذة للقوانين أو التسيير ديال الدولة، فكتكون في يد الوزير الأول. فالوزير الأول فهو منتخب، كيكون الحزب الفائز بالأغلبية ديال الأصوات في الانتخابات، فهو كيكون وزير أول ولا البرايم مينستر. فالوزير الأول الحالي هو جاستن تريدو، هو وزير أول لولاية تانية بعد ما فاز في الولاية الأولى. تم إعادة انتخابه ولاية تانية، وهو كينتمي للحزب الليبرالي. بالنسبة لكندا كذلك، فكاينين كي قلنا 10 ديال المقاطعات و3 ديال الأقاليم، فكل مقاطعة عندها برلمان وعندها حكومة مركزية. مثال، فبالنسبة لكيبيك عندها برلمان ديال كيبيك، أونتاريو عنده برلمان ديال أونتاريو، برلمان ديال ألبرتا، وكاين عندهم البريميرز، كيتسموا البريمير، هما الوزراء الأولين ديال كل مقاطعة. مثلا البريمير ديال الكيبيك أو الوزير الأول ديال كيبيك فهو فرانسوا لوغو، هو وزير أول حالي لمقاطعة كيبيك. نرجعوا للتاريخ ديال كندا. على مر القرون اجتمعت عناصر من عادات المهاجرين من السكان الأصليين والفرنسيين والبريطانيين لتكوين ثقافة كندية تأثرت بشدة بجارتها الولايات المتحدة الأمريكية. فالناس اللي عايشين في كندا ولا في أمريكا فكيشوفوا واحد تقارب كبير ولا واحد تقريبا ثقافة متشابهة بالنسبة للبلدين، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، من ناحية الثقافة. يعني كنشوفوا هنا في أمريكا الشمالية بعض الأعياد كيحتفلوا بهم اللي كيتواجدوا غير في أمريكا الشمالية، كاينين بعض الأكلات اللي كاين في أمريكا الشمالية بشدة. بعض من ناحية اللغوية، فبالنسبة للناس اللي كيتواجدوا في الجنوب ديال كندا وفي الشمال ديال أمريكا الولايات المتحدة، فكتكون واحد اللغة متشابهة جدا. بالناحية المعمارية، يعني المعمار يعني المنازل، فهما كيتشابهوا بزاف. فكيت لكم كندا أو الولايات المتحدة فهما كيتأثروا بعضهم البعض من بزاف ديال النواحي. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية دعم الكنديون التعددية والتنمية الاجتماعية وكذلك الاقتصادية. فالكندا أو كندا كتعتبر دولة تعددية. يعني يمكن لك تشوف في مدينة واحدة جميع الجنسيات، جميع الديانات، جميع الثقافات في مدينة واحدة. هذا الشيء اللي كيخلي كندا
متقدمة، يعني كاين بزاف ديال المهاجرين، كل مهاجر كيجيب معاه أفكار ديالو، كي 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 كيساهم في الاقتصاد ديال كندا بالخبرات ديالهم، وكيعيشوا في واحد الجو اللي هو يعني التعايش، يعني ما كاينش صراعات، ما كاينش يعني حروب ولا شي حاجة، يكون واحد يعني واحد تعايش كبير اللي كيخليو الاقتصاد ديال كندا كتعتبر من بين أحسن اقتصادات في العالم، وكذلك مستوى العيش في كندا كتعتبر دائما بين 3 إلى 5 أوائل في العالم كل سنة. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوش تخليو ليا تعليقات باش ندير فيديوهات اخرين ان شاء الله مشابهة. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو إذا عجبكم، وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.